القانون يا اخواننا عشان يعد بيتم بمبادرة اما من الجهاز التنفيذي او الجهاز التشريعي، وديل هم اصحاب السلطة الاصلية في التشريع. القانون لازم يتم دراسته في القطاعات المتخصصة. إذا كان قانون خاص بالشؤون الاقتصادية بيمشي اللجان في مجلس الوزراء اللي هي القطاعات، وبيتناقش هناك ويعرض على مجلس الوزراء ويجوز في مرحلته الأولى. بيجي القانون ده وزارة العدل بيتم فيه الدراسة القانونية، وهي دراسة دقيقة جدا، لأنه القانون يا أخواننا بيكون متعلق بعدة موضوعات بيتم الدراسة بتاعته بصورة كافية، وبيمشي مجلس الوزراء بالصياغة بالشهادة الدالة على الصياغة، ومن هناك بيمشي الجهاز التشريعي أيا كان وبيمشي بهذه الشهادة. إذا أسقطنا الحاجات اللي قلناها دي على قانون تفكيك نظام 30 من يوليو، بنجد أن هذا القانون ما جاء وزارة العدل ولم تتم دراسته في الوزارة أصلا، والوزارة لا تعلم عنه أي شيء.